السلام عليكم. جروب English for Scholarships و جروب Sudanese Researchers Initiative. أنا سارة سيد أحمد و هنتكلم الليلة في اللايف ده عن ال Reading Section of الامتحان ال IELTS. هنتكلم عن الفرق بين ال Academic وال General وطريقة الامتحان. برضو هنشرح كيف ممكن الناس تزيد من المعدل بتاعها، طرق بسيطة يعني ممكن الزوز يتعلمها يقدر يحل بيها بالساهل، وتفادى الأخطاء الشائعة اللي ممكن الناس تقلل الناس السكور بتاعها. كالعادة زي ما انتم متعودين حنستنى شوية لحد ما الناس تدخل، وبعدين نبدأ الشرح، وفي الوقت اللي بنستنى فيه ده ممكن ناخد أسئلة إذا الناس عندها أسئلة. طيب، وعليكم السلام إبراهيم وعلي. دائما ملاحظة انتوا أول الناس اللي بيدخلوا في اللايف. أوكي، نبدأ في الشرح. شايفة في ناس دخلوا حسي، فممكن ما شايفة أي زول حتى سؤال، فما شكلكم ما عندكم أسئلة. ممكن نبدأ الإكسبلانيشن طوالي. أوكي يلا يا جماعة، الريدنج. أوكي يوسف معانا برضو، تمام. يلا الريدنج يا جماعة، الجزء ممكن أنا أقول أكتر جزء الناس كتبوا لي في الكومنتس إنه صعب أو معقد، أو أنا الريدنج أكتر حاجة بتنقص لي درجاتي. أنا ما حكذب عليكم، هو الريدنج صعب، ما سهل يعني، ما أقدر أتقال أقول للزول إنه إذا عملت براكتس على ورقة أو ورقتين you'll be fine. لا، الريدنج ده لو زول يقعد يعمل براكتس مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة، وأنا صراحة بقول الزول لو عنده شهرين ثلاثة كل يوم يعمل براكتس ل one paper بتاعت reading. لو عندك شهرين ثلاثة كل يوم لمدة شهرين يومي تعمل براكتس لورقة واحدة بتاعت reading. ليه؟ لأنه الريدنج داير كم تكنيك، ما داير تكنيك واحد، ما زي الكتابة تتعلم تكنيك واحد you're good. لا، الريدنج داير الزول يعيد ويعني يشوف في 7 أنواع من الأسئلة بتجيك في الريدنج، لازم تعمل براكتس على كل نوع من الأسئلة. الأسئلة دائما بتكون تريكي. الريدنج يعني الحاجة الصعبة في الريدنج بس إنه هو تريكي، ما عشان هو داير له حاجة سبيشال، لكن الأسئلة دائما بتكون ما ستريت فورورد، ما دايركت كويشنز. تمام يلا الريدنج. الأكاديميك والجنرال في فرق بسيط حشرحه بعد شوية. حيكون عندنا 40 سؤال في الريدنج. هو تاني امتحان، أول ما نخش القاعة أول امتحان بيكون الليسننج، خلصناه امبارح. بعد ذاك بيجيك الريدنج، بعد ذاك بيجي الرايتنج، آخر حاجة بيكون السبيكنج. والسبيكنج أحيانا بيكون في نفس اليوم، وأحيانا ممكن يكون بعد أسبوع، بعد 3 أو 4 أيام. أنا في المرتين اللي امتحنت فيهم كان بعد كم يوم، أظن 4 ولا 5 أيام، فيعتمد على السنتر اللي انتوا حتمتحنوا فيه. لكن anyways الريدنج تاني امتحان عبارة عن 3 sections. كل section أصعب، كل section يعني كل ما أول واحدة سهلة وبعد ذاك الثانية أصعب بشوية والثالثة أصعب واحدة. سارة بتسأل بديتوا متين؟ بدينا قبل 3 دقائق يا سارة، ما فاتك حاجة. يلا زي ما قلت لكم، أول واحدة سهلة، تاني واحدة أصعب، وتالت واحدة هي اللي بتكون الماكسيمم ديفيكولتي. الفكرة شنو هنا؟ إنه ممكن الناس تختار تبدأ بالأول وبعدين بالتاني وبالتالت، أو الناس تبدأ تحل التالت وبعدين التاني وبعدين الأول. هنا بعد ده بيرجع للزول هو محبس شنو. أنا حليت التالت وبعدين التاني وبعدين الأول. ليه؟ عشان الثالث دام هو صعب حياخد مني وقت زيادة، فحبيت في الأول أديه الوقت الزايد. يعني هو الوقت كامل 60 دقيقة، ساعة، فأنت حتقسم 20 دقيقة 20 20، لأنه هم 3 فقرات، 3 passages، 3 articles.
إذا داير ممكن تقسم 20 20 20 أو 15 15، وبعدين آخر واحد نص ساعة يعتمد. نصيحتي تتعامل كده، أول واحد 15 دقيقة، ثاني واحد 15 دقيقة، وثالث واحد نص ساعة. ليه؟ لأنه ثالث واحد ده أصعب واحد، وما صعب عشان فيه حاجة خطيرة، بس عشان إنه طويل. وتاني حاجة الكلمات اللي بيستعملوها كلمات صعبة، يعني ما بيكون straight forward، بيستعملوا synonyms، ما بيكتب لك نفس الكلام اللي في السؤال في الجواب وهكذا. هسه هنشوف الشرح ده كله في ال passages، لكن داير الناس تاخد في بالها إنه reading داير practice. ما في زول ممكن بس يحضر اللايف ده ويمشي يقول ده امتحن، لا، لازم الزول براه يقعد يحل ويحل. وانا جايبه الليله 2 examples هحلهم معاكم، لكن لازم الزول يقعد براه يعمل، يعني يحل، يعمل practice. اللايف ده ما كافي ابدا. زي ما قلت لكم 60 دقيقة وما في وقت اكسترا. 60 دقيقة دي عبارة عن الوقت اللي حتكتبوا بيه الأجوبة في ورقة الأسئلة، وتنقلوا بعدك الأجوبة لورقة الأجوبة، تمام؟ يعني في الأول الناس حتاخذ ورقة الأسئلة، والأسئلة في مكتوبة في ورقة مختلفة عن ورقة الأجوبة، الأنسر شيت مختلفة. ورقة الأسئلة في ناس بيفضلوا يكتبوا الأجوبة في ورقة الأسئلة، وهي ده أصلاً حيكون القانون كده. أول ما يعني لما يدوكم ورقة الأجوبة بيدوكم في الآخر وقت عشان تنقل الكلام من ورقة الأسئلة لورقة الأجوبة. وصلت الفكرة ولا لا؟ فالناس تعمل في بالها إنه الكلام اللي حيتكتب في الأول ده حياخد وقت عشان تنقلوا الورقة الثانية. You have to be careful about the time management. تمام؟ يلا نشوف أنواع الأسئلة اللي بتجيك في الريدنج شنو؟ في 7 أنواع من الأسئلة. في المالتيبل تشويس، في الترو فولس ولا نوت جيفن. اتمنى الناس تكون عارفه معاني الكلمات دي. يعني مالتيبل تشويس بديك خيارات متعدده، انت تختار اكثر جواب صحيح او الجواب الصحيح. ثاني واحد ترو فولس نوت جيفن، بديك جمله وانت تقرا الارتكل وتقول له هل الجمله دي صحيحه ترو ولا فولس ولا نوت جيفن. True false not given دي هي في مواقع الايلتس، الموقع بتاعهم هم مورينك انه ده هو اكتر سؤال الناس بيغلطوا فيه. True false not given. ليه؟ لانه الجملة ممكن تكون يا اما صحيحة يا اما خطأ يا اما ما موجودة اصلا في الارتكل. الناس بتتلخبط في موضوع ما موجودة دي for some reason، انا ما عارفة ليه. لكن not given دي الناس بتضيع فيها وقت كتير، تقعد تفتش تفتش تفتش، وهي اصلا معلومة تكون ما فيش. تمام؟ ثالث نوع من الأسئلة بيكون matching headings. matching headings معناته شنو؟ بديك فقرة وبديك بديك headings، بيقول لك يا تو أنسب heading للفقرة دي، وانت عليك تعمل heading للفقرة. يعني ممكن يكون موضوع في مدينك headings، فيه two headings مناسبين، لكن انت لازم تختار أكتر واحد مناسب. فهمتوا قصدي؟ حسنا هنشوف في examples. رابع نوع من الأسئلة summary completion، وخامس نوع هو sentence completion. ده يملأ الفراغات يعني، لكن تملأ الفراغات ما بيكون حاجة ظاهرة، يعني بيديك ملخص من الارتكل، وانت لازم تجيب أكتر كلمات مناسبة من الارتكل عشان تملأ بها الفراغات. برضو شوية صعب، لكن إذا زول عمل practice ما حاجة خطيرة. سادس نوع هو short answers، وخامس واحد هو table diagrams، هو برضو تملى الفراغات يعني بتاع table diagram ده. يلا زي ما كتبت هنا قبل شوي، شرحت النقطة دي بتاعت you can mark and write on the question paper but must enter your answers on the reading answer sheet. بعد ما تخلص تكتب الأجوبة في ورقة الأسئلة لازم تنقلها في وقت الأجوبة، وما في وقت زيادة، ما تلخبطوا بين ده وبين listening. الليسنينج بديك وقت عشان تنقل الأجوبة، لكن في الريدنج ما بديك وقت. No extra time is given for transferring your answers. تمام؟ كده سبع أنواع من الأسئلة. عبدو بسأل، عبدو شكلك ما حضرت معنا ولا لايف واحد أنت، لأنه المعلومة دي عدناها في كل اللايفز. هل عندها فترة صلاحية؟ شهادة الآيلتس فترة صلاحيتها 2 سنين، بعد 2 سنين من يوم ما امتحنت، من يوم ما طلعت لك النتيجة بتنتهي، بتكون expired، لازم تمتحن تاني. طيب نجي نشوف الفرق شنو بين الريدنج بتاع الأكاديميك والجنرال، عشان في إذا في ناس حيمتحنوا هنا أكاديميك وإذا في ناس حيمتحنوا جنرال. في الاثنين حيكون عندكم 3 paragraphs عشان تقروها. في الأكاديميك الparagraphs بتكون academic nature، يعني حاجة أكاديمية، بحث أو موضوع علمي أو حاجة زي دي.
الجنرال يعني بيكون ميكس بتاع paragraphs قصيرة وطويلة وبتكون مواضيع عامة. هنا في الأكاديميك الparagraphs طويلة طويلة طويلة، يعني أنا قصدي طويلة حاجة بتحسوا أنتوا لما غريبة، يعني بيكون بس ورقة مليانة كلام، تمام؟ ما أقدر أخوفكم، لكن يعني الورقة بتكون من ممكن يكون فيها رسمة برضو، لكن عبارة عن كلام كلام مرصوص كده كتير كتير كتير. أزول أول ما يفتح ورقة يعني بتفتكروها جريدة ولا حاجة من كتر الكلام ما مرصوص، لكن الناس ما تتخلع. أهم شيء زول يكون واثق من نفسه وعارف إنه حتى مهما كان في كلام كتير أنا علي بس أجاوب الأسئلة. دي كله حنشرحه حسي بعد شوية، يعني أنا أصلا ما علي أقرأ الكلام ده كله، بس علي أجاوب الأسئلة. دام إنك قدرت تجاوب الأسئلة بدون ما تقرأ الparagraphs you're fine، يعني ما في زول طالبك إنك لازم تقرأ الparagraph. والنقطة الناس تخليها في بالها إنه أي موضوع يجيك you don't have to have a specialized knowledge of the topic. يعني إذا جاك موضوع عن الطب وعن الأعصاب وعن المخ وكذا وإنت مهندس وما عندك معلومة don't panic، يعني ما تتوتر ولا تخاف الموضوع ده أنا ما عارف عنه شيء، لأنه أي شيء في الأسئلة هو لازم يكون من الأرتيكل، ما متوقع إنك تكون عندك خلفية عن الموضوع، تمام؟ زي ما قلنا الجنرال الموضوع بيكون عام وبيكون ميكس بين paragraphs طويلة وقصيرة. اوكي طيب يلا نجي نشوف اهم حاجات في الـ في الـ في الريدنج. اول واحدة انه الناس تعرف how to identify the topic sentence. هل لما نجي بعد شوي احنا نحل في الاكزامبلز حيقع عليكم الكلام ده، لكن حسي بس ركزوا معي في النقطة المهمة. اول حاجة كيف نعرف التوبيك سنتنس؟ احنا لما ناقشنا الرايتنج الناس اتمنى انه الناس الحاضرة الليلة دي كلها يكون اوريدي حضروا اللايفز الثانية وحضروا كيف الناس تعمل identifying of the topic sentence. التوبيك سنتنس وهي اول او تاني جملة من اي paragraph. يعني ممكن اديكم اكزامبل هنا، ده المثال اللي حنحله بعد شوية مع بعض، لكن نجي نشوف topic sentences يعني شنو. topic sentence هي أول أو تاني جملة، يعتمد يعني في أحيانا بتكون هي الأول جملة أو تاني جملة، في دي هي أول جملة، في دي برضو هي أول جملة. أنا ده الإكزامبل حشرحه لكم بعد شوية عشان كده معلم عليه، لكن بس عشان أوريكم إنه topic sentence معناته شنو. معناته الجملة الأولى من كل paragraph. وليه الجملة الأولى؟ لأنه الجملة الأولى هي اللي بتشرح لك paragraph عن شنو. يعني لو الليلة جيت قريت الجملة الأولى عن محمد معناته الباراجراف دي عن محمد، ما حيكون الباراجراف دي عن محمد وعلي، أو إذا علي أصلا هو موضوع سؤال يعني حاجة حيتسأل فيها ما حتلقى علي هنا، حتلقى علي في باراجراف تاني دام هنا أول جملة كانت عن محمد. وصلتكم الفكرة؟ يعني الـ topic sentence هي الـ first sentence and it gives you the main idea of the paragraph. دام انت عرفت الـ topic sentence identify the topic sentence you'll be good. ليه؟ لأنه لما يجي بعد ذاك أجي أشوف الأسئلة أشوف عن حاجة عن علي حارف طوال إنه ما الفقرة دي، حتكون الفقرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة دام إنه هنا الجملة الأولى دي ما عن علي. فهمتوا؟ يعني حسي for example in this paragraph الجملة الأولى عن Thomas Savery and the first steam powered machine، معناته الموضوع ده عن Thomas Savery و first steam powered machine، لأنه ما في paragraph بتكون عن موضوعين mixed together. فهمت الفكرة يا جماعة؟ نتمنى في الكومنت الناس يقولوا لي فاهمين عشان ما أتكلم كتير في نفس الموضوع. ما شايف الكومنتس دول بيسألني سؤال عن الموضوع ده، فالأسئلة الثانية بس برجع لكم عشان الناس ما يتشتت تفكيرها. كده شرحت لكم التوبيك سنتنس شنو هي اول او تاني جملة من الباراجراف، بتشرح الفكرة العامة بتاعت الباراجراف. اوكي تاني حاجة مهمة جدا في الريدنج يا جماعة keywords. انا اقرأ السؤال بيسألني عن where did علي go to school، حارف انه الكيورد هنا هي علي وهي school. يعني شنو السؤال؟ ما اقعد اقضي وقت اقرأ سؤال كامل. I have to highlight. لما يجيني سؤال أول شيء أعمل هايلايت للكيوردز. إحنا بعد شوية هنحل الأمثلة وحتفهموا قصدي، لكن أعمل هايلايت للكيوردز عشان أعرف إنه السؤال ده عن كده السؤال ده عن كده، بدل ما أقعد أخلي الأسئلة وأقرأ وبعد شوية أنسى يا ربي قال لي شنو في السؤال وأرجع تاني.
وهكذا. فالكيوردز are very important في السؤال وفي في الباسج. اوكي، ثالث حاجة واللي هي أنا already شرحتها قبل كده في اللايف الثاني، السينونيمز يا جماعة. السينونيمز are very very important. أنا عملت لكم، خدت لكم رابط في البوست في جروب English for scholarships للناس اللي بيحضروا من جروبات تانية. إذا عملتوا follow لي ولا you added the group, you joined the group بتاعت English for scholarships، هتشوف في بوست عن السينونيمز. لازم لكل كلمة أنت بتعرفها يكون عندك كلمة تانية بنفس المعنى، زي ما وديناكم example اليوم داك important كلمة تانية لها crucial، beautiful كلمة لها تانية أقول amazing ولا pretty. تمام؟ ليه؟ لأن السؤال ممكن يكون، ممكن يكون ليه السؤال for example is she beautiful for example، سؤال بس بسيط كده نشوف is she beautiful، عليك تجاوب من الـ من الـ reading. انا امشي اقرا في الباراجراف، اقعد اقرا 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 بفتش على كلمه beautiful، لكن ممكن في الباراجراف يكون مكتوب لي she is a pretty girl. انا ممكن اكون قاعد بفتش على كلمه beautiful في النهايه اكون ضيعت وقت عشان بفتش على كلمه beautiful، في حين انه beautiful و pretty هما synonyms بنفس المعنى. فالجواب لي she beautiful حيكون yes، لكن انا لو ما عارف انه pretty بنفس معنى beautiful ما حكون يعني ما حعرف اجاوب السؤال. فهمتوا قصدي؟ ليه الناس لازم تتعلم synonyms؟ لازم على قد ما تقدروا اي كلمه تخطر على بالكم اعرفوا لها كلمه تانية بنفس المعنى. دي ثلاث حالات بتفرق معاكم شديد، وبالذات في الريدنج بيحاولوا على قد ما يقدروا في الاسئله ما يدوكم نفس الكلمه. يعني ده اكزامبل واضح جدا من نوع الاسئله اللي بتجيكم في الريدنج، بيجيك سؤال بكلمه بنفس المعنى بتاع كلمه تانية في الباراجراف، لكن ما بخطوها عليكم هي ذاتها عشان يعرفوا انتوا الفوكابلري بتاعكم لياتوا درجه ريتش. يعني how rich is your vocabulary, how many words do you know, كم كلمه انت بتعرف. اوكي طيب يا جماعه، انا هشوف الاسئله سريع لانه في النهايه بيكون صعب انه اجاوب على الاسئله كلها مع بعض. هشوف الاسئله سريع وبعدين نواصل. طيب اخر سؤال كان هند، السلام عليكم، ممكن تشيري سلايدز؟ تمام يا هند، الموضوع سلايدز ده تمام ان شاء الله. سارة بتسأل هل صحيح إنه الارتيكل والباسج دي هل بتكون مثلا في التقارير بتاعت البي بي سي والسي ان ان والقنوات دي؟ ايوه يا سارة، ايوه اوف كورس. يعني الباسج ممكن يكون بحث علمي عديل كده، يعني ممكن يكون حاجة فيها ارقام وسنوات وفي سنة كده حصل كده. وممكن انا بتذكر واحد من الباسجز بتاعتهم كانوا ثلاثة، طبعا في اي امتحان هم ثلاثة، لكن في باسج كانت عن الطيور أظن، ولا المهم حاجة كده، وحاجة مملة جدا. يعني زول ما بيكون عنده أصلا بال يقعد يقرأ الكلام ده كله، كل طير عنده شنو في ياتو بلد وياتو قارة، ولما يسافروا يهاجروا من بلد لبلد ومن قارة لقارة، ومهم داني دخلي في دوامك يعني عجيبة. لكن بس يعني ركزت إنه أنا علي أجاوب الأسئلة، ما تخلي بالك يمشي بعيد تقعد تقرأ الكلام، ولا حتى لو المهم مهما الموضوع مهما يكون مهم وإنترستينج It's not your problem. Just move on. فممكن تلقي إنه أخبار أو ممكن تلقي حاجة من CNN ولا BBC. It's fine يعني. طيب أبو عبيدة بيسأل عاوزهم PDF. تمام يا جماعة، خلونا إحنا بس في الأسئلة عشان أنا ده كله reading. أيوة والله ده كله reading. موضوع واضح واضح. أوكي تمام. أوكي يا جماعة كويس، شايفة من الكومنتس إنه الناس فهمت الكلام. خلاص ده I think we're done with this slide. ممكن نمشي للسلايد اللي بعده نشوف عندنا شنو. طيب يا جماعة، إذا حتستفيدوا حاجة من اللايف ده كله لازم يكون السلايد ده والسلايد اللي بعده هو أهم سلايد، لأنه فيهم الخلاصة بتاعت إنه تزور كيف ممكن يحل كويس. ده طبعا بدون البراكتس، البراكتس لحاجة ترجع عليكم أنتوا في النهاية. نجي نشوف التكنيك. أول حاجة يا جماعة، اقرا الاسئله قبل الارتكل، اقرا الاسئله قبل الارتكل. ما في زول يقرا الارتكل بعدين يمشي يقرا الاسئله. لو قريت الارتكل بعد ذاك اقفل الورقه وامشي بيتكم، لانه ما حيكون عندك وقت تقعد تقرا الاسئله وتجاوبها. تمام؟ لو زول قاعد يقرا الارتكل حيلاقي الوقت انتهى، الوقت يكون له ساعه. وزي ما اتفقنا هم ثلاثه سكشنز، كل سكشن 20 دقيقه. اذا انت داير وشايف انه هما يعني انا شايفه ناس دخلوا كتار، حسي حشرح النقطه دي سريع. كل سكشن، سكشن 1 سهل مقارنه ب2
اثنين أصعب من واحد، وثلاثة أصعب من اثنين وواحد، ثلاثة هو أصعب واحد. فإذا الناس عملت براكتس كفاية في البيت قبل ما يمشوا الامتحان، يعني ممكن يشوفوا إنه لا أنا عايز 20 دقيقة لكل واحد، لكن أنا نصيحتي أخد 15 دقيقة للأول، 15 دقيقة للثاني، ونص ساعة للثالث، أو 25 دقيقة للثالث، لأنه في النهاية هتحتاج وقت عشان تنقل الأجوبة لورقة الأجوبة. ده كله إحنا بنحل في ورقة الأسئلة أول، بعد ذاك بننقل في ورقة الأجوبة، تمام؟ إذا زول عمل 15 دقيقة في الأول والثاني، الأخير ده بيكون، يعني أنا حوريكم بعد شوي إكزامبل، أو الناس ممكن تفتح في النت تشوف الإكزامبلز. ال passage 3 دي بيكون عبارة عن كلام كتير جدا جدا، فالناس حتتلخبط فيه، وإنه على أسئلة أصعب شوية، فأحسن خلي له وقت زيادة في النهاية. يلا عرفنا ال أول نصيحة هي read the questions أول، ما عدا في حال true false ولا not given. ليه؟ لأنه ما بيكون السؤال واضح عشان أنت تقرأ له السؤال. أها قريت السؤال is it true or false، وبعدين ترجع للأجوبة بيكون شوية ملخبطك. السؤال بتاع true false وبتاع completion بتاع sentence summary. السمري كومبليشن برضو صعب انك تقرأ الاسئلة اول وبعدين تقرأ الجواب، تقرأ الباسج، ده الاثنين شوية اصعب، لكن الباقيين احسن انه الناس تقرأ اول الاسئلة، تعرف انه حيسألوني عن شنو، بعدين كنا امشي اقرأ بعد ذاك امشي اقرأ الباسج اشوفهم حيسأل الكلام هو شنو اللي اقدر اجاوب الاسئلة. تاني حاجة انه لما تقرأ السؤال ورقة الأسئلة لازم تكون عندك فيها دوائر 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 all circles circles للكيوردز. أول ما أقرأ السؤال بيسألني where did you go to school، معناته keyword school. السؤال بيسألني إنه did the children run from home، معناته شنو السؤال عن the children والhome. أعمل circling of the keywords في الأسئلة. وصلت؟ ثالث واحدة لما أجي أقرأ ال passage لازم اي رقم اي اسم اي معلومه بارزه في الباسج وانا بمر عليها اعمل لها دوائر برضو. يعني حسي هنا فور اكزامبل انا جيت خطت لكم دي واحده من الباسجز في واحده من الامتحانات، تمام؟ طويله هي ما قصيره، وتعتبر دي اسهل واحده، دي اول باسج. الكلمات اللي انا عملت لها بول دي بالاسود هي في رايي هي الكيوردز، لكن انا عشان اجي اعمل ماركينج للكيوردز اعمله كيف؟ زي ما اتفقنا ما في زول بيقعد يقرا الكلام كله. اول حاجه نعملها figure out the topic sentence، خلاص كده ضمننا topic sentence عندنا. ثاني حاجه نعملها يا جماعه skim، اسمها skimming، اسمها scanning الحركه دي، ما تقعد تقرا الجمل كلها، انت ما عليك بالكلام المكتوب، عليك بس بالكيوردز. جينا هنا شفنا في اسم، في سنوات، known as معناته في حاجة هو اخترعها، it had no moving parts. طيب يمكن يسألوني عن الموفينج بارتس، أنا أوريدي قاري الأسئلة خدتوا في بالكم، تمام؟ أنا قريت الأسئلة وبعدين جيت عملت ماركينج للكيوردز. فهمتوا الفكرة؟ أجي أعمل ماركينج للكيوردز أشوف أنا أكتر حاجات بارزة في الباراجراف شنو. he increased efficiency معناته increased efficiency ده هو عمل حاجة، طور من حاجة. طيب أقرأ 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 ده كله بعد ما انا اوريدي قاري الاسئله، فبخد في بالي انه هو حيسالني عن الحاجات، هو سائلني عن شنو. ما عارفه اذا وصلت لك وصلتكم الفكره ولا لا، وضحت الفكره؟ تمام. يلا نجي نشوف بعد ذاك. هنا قلت لكم identify the topic sentence، دي خلاص عرفناها. وبعدين try to guess a heading، الحته دي برضو مهمه جدا لما تيجي تشوف الريدنج اهو ده. هنا انا مريت سريع بس اقدر، يعني بعد ما انا اوكي اي فيجرد دي، هنا اجي اكتب، يعني هو ما وقت الاسئله ممكن تشخبط عليها، تجي تكتب هنا بسرعه انه الموضوع ده شنو. هنا يعني ممكن فور اكزامبل نكتب توماس سيفري وبتكلم عن شنو، عن ماينر فريندز، ماينرز فريند، تمام. اجي اعمل في دي ادي بس عنوان لكل باراجراف، ادي عنوان، يعني انا الليلة اقول فور اكزامبل هنا الباراجراف دي بتتكلم عن البيوت وعن طريقه صنع، يعني ها طريقه بيبنوا بها البيوت، اكتب هنا طريقه بيبنوا بها البيوت. هنا ارجع اقرا هنا بتتكلم عن ستيم انجن ديزاين امبروفد، انا ممكن اسمي ده امبروفد ستيم انجن ديزاين. المهم اعمل هيدنج لكل باراجراف. وصلت الفكره يا جماعه؟ اعمل هيدنج بسيط من كلمتين او ثلاثه فقط لكل واحد فيهم. ليه؟ لانه انت كده بتوفر وقت كتير جدا على نفسك لما تجي تحل في الاسئله،
تجي تشوف السؤال بيسألنا عن شنو؟ سألنا عن الأنجن، حعرف إنه الباراجراف دي. سألنا عن البيوت، حعرف إنه دي. سألنا عن ثوماس سيفري وسألنا عن المانرز فريند، حعرف إنه الباراجراف دي. دام إنه عملت هيدنجز وعملت ماركينج للكي ووردز وعملت ايدنتيفاينج للفيرست سنتنس وهي التوبيك سنتنس، خلاص تاني شنو؟ تاني أي سؤال اسألني لو أنا حكون عارف مكانه وين. فهمتوا القصة؟ يعني فهمتوا الفكرة شنو؟ طيب وصلت. يلا دي قلنا لكم، قلتها قبل شوية. Pick keywords and ideas in the question, not necessarily same words in passage, so synonyms are important. دي قبل شوية تكلمنا عنها إنه ما نفس الكلمات اللي بتكون في السؤال بتكون في الارتكل. بيستخدموا لكم synonyms، بيستخدموا لكم مصطلحات تانية بنفس المعنى عشان يعرفوا أنت بتعرف كم مصطلح للمعنى ده. هنا write a summary of each paragraph, one or two words. قبل شوية شرحت عليكم، قلت لكم اكتبوا it's not a summary لكن it's a heading، تقريبا يكون heading لكل paragraph. أنا أعرف كل paragraph بتكلم عن شنو وأعمل لها heading. هنا الheading ده مهم لأن إنه في واحد من الأسئلة إنه لازم تكتب heading، بديك headings بيقول لك يا تو heading مناسب. فأنت لما تشوف الheading زي أنت already كتبتها في البداية هتعرف إنه كل يا تو heading مناسب. ده كله بنشوفه في الإكزامبل يا جماعة بعد شوية. ده برضو حاجة مهمة جدا الزول يعملها. Mark where you left the last question for summary passages. It will be chronological. Not always the case, not same as listening. هنا الفكرة شنو يا جماعة؟ إنه شفتوا في listening، تتذكروا للناس اللي حضروا معانا listening، بقول لكم listening لو سامع في التسجيل بيتكلم عن for example Thomas Newcomen، معناته أوريدي يتكلم عن ده، مستحيل يتكلم عن ده ويرجع يتكلم عن ده. ده في listening، تمام؟ يعني زي ما قلنا إذا شفناه بيتكلم عن فلان ده أعرف إنه هو أوريدي يتكلم عن فلان ده، أوريدي يتكلم عن المواضيع اللي هنا أوريدي. دي انتهينا منها في listening. في reading يا جماعة لما نجي نجاوب على الأسئلة قول إحنا آخر جواب لقيناه هنا، أعمل علامة، أعمل واحد ولا أعمل إكس ولا أعمل علامة وين أنت وقفتها. ليه؟ لانه اغلب انواع الاسئله بيكون الجواب اللي بعده من محل ما انت وقفته وماشي، ما بتلقاه ورجع لك. في انواع الاسئله بتاعه ترو فولس نوت جيفن برجع، السمري كومبليشن برضو برجع، لكن اغلب هم ما سبع اسئله. ثاني في انواع اسئله ثانيه بيكون لا، فانت بغض النظر انه هو نوع السؤال شنو، انت وين ما وقفت لقيت الجواب. سالنا عن the enclosed and cold water was sprayed over the chamber. دي كان قول جواب. Let's say for example دي كان جواب لسؤال، أعمل هنا X عشان تاني لما تجي تشوف السؤال بعده تابع من بعد ما أنت من محل ما وقفت. تمام؟ دي حاجة مهمة الناس تخد. دي كلها حاجات تكسب بها زمن يعني. طيب. دي النقطة برضو الناس تخدها في بالها. Do not assume answers. يعني هي بديهيا كده الزول المفروض يكون عارفها، لكن بتخلي الطلاب ينقصوا درجاتهم. اذا في زول فيكم مهتم يعني يعمل ريسيرش عن الايلتس ويشوف اكتر حاجه بتنقص الطلاب شنو واكتر حاجه بيجيبوها الطلاب صح شنو، بتلقوا انه اكتر حاجه بتنقص الطلاب هو الموضوع ده في الريدنج، ترو فولس نوت جيفن. لانه يعني شويه زول بتخدع بيقوم يكتب الحاجه بيزد اون معلوماته هو. يعني for example لو كان مكتوب انه انتو بس الزول ما يمشي بال الزول بعيد في اي حتة عليك بالمكتوب. لو قال لك is the sky blue وانت عارف انه السماء زرقاء وشايف في الباسج مكتوب السماء حمراء، تعملوا no، تعملوا false. Do not depend on your personal knowledge. Do not depend on your general knowledge, on what you know, on your background, on your experience. It's not relevant. انت عليك بالمكتوب في الريدنج. تمام؟ اي حاجه انت بتعرفها تانية ما 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 بتهمهم يعني، عليهم بس بالمكتوب. واذا فور اكزامبل سالك سؤال عن حاجه وانت مريت مرور زي ما قبل شويه شرحنا، تمر سريع كده على الباراجرافس ولقيت المعلومه ما في، ما تضيع وقت. يعني احنا اذا عندنا 40 سؤال والوقت 60 ممكن ناخذ دقيقه لدقيقه و20 ثانيه كده للسؤال، لكن لو قضيت اكتر من كده
حت حت يعني خلاص الموضوع حيجوط، لانه حتلاقي نفسك انت في السؤال رقم 30 والوقت انتهى، باقي 10 اسئله انت ما حليتها. ليه؟ لانه انت قضيت في سؤال وقت اكثر من اللازم. فاذا لقيت انه الموضوع ده يا جماعه انا قريت الباراجراف وما لاقي المعلومه، عارف انه هي ما في، فتقوم تختار على طول not given، ما تقعد تعيد وتزيد عشان تلقى المعلومه بالغصب. يعني اللي بتلقاه في الاول ده مريت ترو اوكي، ما ترو فولس، ما ترو ولا فولس، ما لاقي المعلومه خليها، اعمل not given طوالي. فانا كنت قلت لكم هنا if you can't find it it's probably not there. يعني معلش يا جماعه ما اعرف اذا سامعين في ازعاج، لكن عندي جيران ظراف كده طوالي مزعجين، فما اعرف الصوت عالي ولا لا. اخر حاجه يا جماعه البراكتس، زي انا ما اعرف البال، قلت لكم في البدايه ما اعرف الناس اللي ما حضروا من الاول، لكن قلت يا جماعه الزول لو قضى يومي ياخذ باسج واحده او ياخذ ورقه امتحان واحده حلوها يومي، ورقه واحده ما غالبه زول، يعني هي 60 دقيقه، لو عملت لكم ساعه في اليوم للريزنج الزول يعني بيفرق كتير، بيفرق كتير جدا يعني. طيب احنا بعد شويه هنبدا نحل مثال، لكن في حاجات هنا برضه انا قلتها مهمه جدا وبتفرق. انا ممكن كان انزل لكم في بوست، لكن قلت شويه يمكن لو شرحتها يمكن الناس تستفيد اكثر. اول واحده قلناها improve your vocabulary, learn new words، الكلمه في السؤال ما نفس الكلمه في الجواب، فلازم الزول يتعلم كم كلمه لنفس المعنى. ثاني واحده انه لازم الناس تخلي بالها للكلمات الزي دي، never ما معناتها يعني for example قال لك في الpassage قول Thomas never went to school for example، هنا never went to school ما تتلخبط تقوم تكتبه not given، it's given. so في السؤال لما يجيك did Thomas go to school، ولا for example قال لك في السؤال Thomas went to the park، هتعرف انها false، it's not given. not given المعلومة اصلا ما موجودة. ففي كلمات زي دي بيحاولوا يلعبوا بيها على الزول او على الطالب عشان شنو يتتلخبط شوية. ف you have to be very careful. او frequency words، الفrequency words برضو الناس بتغلط فيها كتير، some or most to many، ممكن في السؤال يجيك انه some of يجيك many of the citizens in this country are engineers، وفي الجواب هناك يكون some of the people living in this country are engineers. فانت كونه هنا في some وهناك في many معناته it's false، لازم الناس تنتبه للكلمه دي. فهمتوا قصدي؟ some وmany وحاجات دي ممكن تخلي الجواب يتغير من true false. فهمتوا الفكره؟ دي already قلت لكم if you the order of questions is not always the same، لكن اغلب الوقت same. A topic sentence قلناها it's the main idea. Practice each question. دي نقطة مهمة جدا. Learn to scan backward. ليه يا جماعة؟ scan back scan بمعنى إنه هحاول أتفلسف أجيبها بالعربي لكن ما هتزبط. scan يعني شنو؟ أنور ما شايفها وقاعد أحضر. طيب زول إذا في زول ممكن يترجم scan يعني شنو؟ أنا حاسة لما أجي أقرأ الباراجراف ده، إذا قريت كده the first steam powered machine was built in 1698 by the English military engineer Thomas Savery his invention، لو قعدت أقرأ كده ده اسمه reading، لكن الحامل وحاسة ده اسمه scanning، واللي هو شنو؟ the first steam كده ألقص بس الكلمات engine design minus friend the machine which had no moving parts consisted of كده كده كده، يعني شنو زي ما بيقولوا ما عرفت أقولها كيف بالعربي. المهم يعني تمروا كده زول يمر سريع بس يلقط الكلمات واهم المعلومات بس، لكن ما تقعد تقرا الكلام. فاسهل طريقه عشان زول يعمل دشنو ما تقرا كده، اقرا من ورا اللي فوق من نهايه الجمله لاولها. ليه؟ لانه لما تقرا كده دي حاجه اوريدي مثبته انه مخك طوالي بيبدا يشتغل يكمل الجمل، يعني حتى لو انت قاعد تمر سريع حتلاقي نفسك ابطا من انك لما تقرا من ورا. لما تقرا من ورا ما هي كلمات حتكون مشتته، يعني حتكون ما لها معنى، فانت بس اللي حتعمله انك تلقط الكلمات the valves reopened كده كده contents. لما تقرا من هنا الشانسز بتاعت انه عقلك يحاول انه يعني يمشي بطيء وعشان يفهم الكلام اقل، فكده بتكون كاسب زمن. فهمتوا قصدي؟ الحاله دي انا ما قاطعه من راسي يا جماعه، والله هي حقيقه يعني عشان الناس ما تفكر اني بتفلسف عليكم ساي.
المعلومة دي صحيح. انت جربوا بينكم بين يعني عملوا حتى ستوب واتش وحاولوا احسبوا الوقت لما تقروا كده وطلعوا الكي وورد، ولما تقروا كده لما تقروا كده حتلاقوا معلومات انترستنج، حتحاولوا انتوا تفهموا الكلام، لكن لما تجوا من ورا حتمرروها سريع. فهمتوا؟ طيب learn to scan backwards دي انا فادتني جدا. قلت لكم دون بانيك اذا لقيت الموضوع حاجه انتم عمركم في حياتكم ما سمعتوا بها ولا لكم علاقه بها ولا اي حاجه، اتس فاين، انت بس عليك تجاوب الاسئله، ما في زول حيجي يختبر معلوماتك العامه. دي حاجه مهمه انا بشوف انه بتفرق في الريدنج. اذا انت الريدنج بعد امتحانك يوم 5 واحنا في الشهر قبل الامتحان ذاك، انت الشهر ده كامل خد نفسك في جو انجليزي، جو يعني تشيل تليفونك يكون بالانجليزي، الراديو بتسمعه في العربيه يكون بالانجليزي. ليه؟ عشان تتعلم كلمات اكثر واكثر. ودي حاجه في الرايتنج في الواتيفر، احنا الغرض من اللايف ده كله واللي احنا بنعمل فيه المشروع بتاع الايلتس ده عشان دايرين الناس ينجحوا. يعني دايره انا عن نفسي بس دايره الناس يعني شنو يهون على موضوع الايلتس ده، ما حاجه خطيره وصعبه عشان مستقبل زور يكون واقف عليه. فاذا انت شويه غيرت في حالاتك اليوميه حتساعدنا احنا ذاتنا عشان نفيدك في شنو، انه اللايف ده ما بس براوح يفيدك. اذا انت براك ما دخلت نفسك في جو انجليزي كل يوم قريت لك ارتكل خبر واحد، افتح البي بي سي اقرا خبر واحد بالانجليزي وطلع منه كلمات، امشي اعملها في الديكشنري وشوف معانيها وشوف تستعملها كيف، وهكذا. دي بتفرق معك في الريدنج، ليه؟ لانه حتفرق معك في الكلمات اللي انت بتقراها في الريدنج، السينونيمز في السؤال يعني حتفيدك كثير. write down new words انا اوريدي قلتها قبل شويه. هنا الحياة اللي الناس اللي تنتبه لها، السبيلينج بتاعكم لو في الو... لو الجواب صحيح والسبيلينج غلط الإجابة غلط. إذا كتبتوا في الباست تنس والكلام مكتوب في الباراجراف في البريزنت تنس الإجابة غلط، تمام؟ يعني إذا هم كاتبين he came to my house في الكلام والكلمة المفروض تكتبوها came وكتبتها come غلط. إذا كاتبين the boys وإنت كتبتها boy غلط، لازم تكتب نفس الحاجة اللي مدينها لك. وثالث واحدة do not capitalize، يعني إذا الكلمة في نص الجملة ما تكتبوا أول حرف منها capital، لازم إذا في نص جملة تكتبوها كلها small letters. دي حالات بتفرق شديد. إذا في بداية الجملة إذا كتبت small letter ما capital غلط الإجابة، حتى لو إجابة صح. فهمتوا قصدي؟ يعني إذا في بداية الكلام وأنت كتبت small letter غلط حتى لو هي الإجابة صح. وصلت يا جماعة؟ بعد ده هنبدأ نحل المثال. ف هنبدأ نحل الأمثلة بعد شوية، فأنا هقرأ بسرعة الكومنتس على بال ما عشان ما في النهاية يبقى لنا الموضوع كتير شديد في الأسئلة. واضحة clear okay. بعد ما أقرأ الأسئلة ححدد الكيوردز ولا بس المطابقة للأسئلة؟ لا يا إبراهيم، أنا قلت هيك قبل شوية، ما في ما يعني 90% من الوقت حتلاقي إنه الكلمات في الأسئلة ما مطابقة للأجوبة. أنت السكانينج اللي بتعمله ده بتعمله في البداية، يعني أول حاجة أول ما جبت الورقة قريت الأسئلة في الأول، عرفت طيب أوكي حيسألوني عن في الأسئلة عملنا كيورد صح؟ حيسألوني عن إبراهيم، حيسألوني عن علي، وحيسألوني عن تاريخ ميلادهم، وحيسألوني عن البيت اللي هم ساكنين فيه. لما أجي أقرأ في الأسئلة حمر بسرعة كده عشان أجيب الحاجات دي، لكن لو قابلتني حاجات تانية أنا شايف إنه دي يمكن يسألوني منها في الأسئلة بعد ما أنت عندك 40 سؤال في أول 15 أظن، يا ربي كم سؤال، لا 13 في الجزء الأول في الباراجراف الأول الأرتيكل الأولى 13 سؤال، الارتيكل الثانية 13 سؤال برضو، والارتيكل الثالثة 14 سؤال كده 16 و 14 لا غلط 26 و 14 40 هاي. فهمت قصدي؟ فانت اول 13 سؤال ده بيكونوا عن الباراجراف عن الباسج الوحدة عن الموضوع ده، يعني دي حسي باسج كاملة، دي ارتيكل كاملة، دي ارتيكل كاملة ودي الباسج اللي فيها. أول 5 أسئلة قول جاتك عن هنا، لكن أنا لازم أعمل سكانينج للموضوع ده كله عشان أجيب هنا الكيوردز، أجيب الكيوردز منهم كلهم. فهمتها؟ لكن ما تفتكر إنه حيجيك نفس الكلام في السؤال حيجيك في الجواب. طيب جاوبها false or not.
اوكي ايوه سارة بتسأل اوكي سو جود. النقطة رقم 2 اشرحيها لو سمحتي، يا نقطة رقم 2 ما عرفاك بتسأل عن نقطة، نقطة رقم 2 يا ترى ربي capitalizing دي ما عارفة، اذا كتبت لي السؤال اوضح عشان اقدر ارد عليك. يلا نجي نشوف يا جماعة المثال هنا، دي paragraph passage من article، الارتيكل بيتكلم عن ال history of steam engine. شوفوا ممكن الموضوع يكون انت زي ما زول بتاع engines وبتاع steam engines وما ادراك، ممكن تشوف الموضوع ممل. انا بالنسبة لي الموضوع ده ممل جدا، علي منه انه ما لازم افهمه، بس علي اعمل، انا اوريدي عملته هنا قبل اللايف، عملته بولد لل للكي ووردز. اول شيء طلعت التوبيك سنتنس من كل واحد فيهم، اللي بالاحمر ديل هم دي انا ما عملت لها، لكن دي توبيك سنتنس ودي توبيك سنتنس. التوبيك سنتنس بتورينا الباراجراف حيكون عن شنو، تمام. اول شيء عملناه طلعنا التوبيك سنتنس. ثاني حاجة عملناها، عملنا سكانينج سريع، اذا في اي اسم اي تاريخ اي عنوان اي حاجة تبرز في الموضوع عمل لها سيركلينج. فهنا الاسامي طلعتهم، ده حيكون عن توماس سيفري وفي السنوات دي، ده حيكون عن توماس نيو كومن، وحتلاحظوا اقروا انتوا الباقي كله حتلاقوا انه ما في زول تاني حيضيفوه في النص، ما في موضوع تاني حيدخلوه في النص، فالجملة الاولى هي اللي بتفرق. بعدين هنا عن جيمس وات وعن الموست امبروفمنت، موست امبورتنت امبروفمنت، وده السنوات. فهمت الفكرة؟ أنا هنا ما خلصته كله، لكن بس كان الغرض إنه أوريكم من أول واحدة إنه you have to take out the keywords. وأنا يمكن أكون ما طلعتهم كلهم، يعني برضو لو كان قضيت وقت زيادة كان ممكن أطلع keywords زيادة. فهمت الفكرة؟ فدي passage. تعال نجي نشوف الأسئلة ثانية يا جماعة، نشوف الأسئلة. الأسئلة هنا، الموقع ده بتاع آلسا موجود أونلاين، يعني أنا بس فتحت أي موقع، ما إنه عندي واحد مفضل على التاني، ده واحد بس فتحته أونلاين ولقيت فيه passages يعني. فممكن أنتوا بس تكتبوا أونلاين في جوجل، يعني بتكتبوا في جوجل وتطلعوا reading passages reading articles وتحلوها. نجي نشوف هنا عندنا 3 ساعة عشان نحل الجزء الأول، كله 13 سؤال، 13 سؤال الأولين، هنا في 12 سؤال عن الارتكل واحدة، الارتكل هي دي. خلاص احنا طلعنا الكيوردز، طلعنا أسامي الأرقام الحالات عملناها، تمام. نجي نشوف السؤال الأول. أول حاجة احنا قبل ما نعمل يا جماعة عشان الزول ما يتلخبط باللي أنا حاسة بعمله، أنا أوريدي ديل عملتهم، لكن في الأول كان قريت الأسئلة، لما قريت الأسئلة لقيت السؤال من رقم 1 questions 1 to 7 عن أسامي ناس، قال لي match each statement with the correct person. فعشان كده أنا لما جيت فتحت هنا أول حاجة عملتها طلعت أسامي الناس عشان أعرف كل واحد عمل شنو، عارفة أنا يعني من السؤال عارفة إنه حيسألني عن الأسامي، فهمتوا قصدي؟ match each statement with the correct person، عرفت إنه حيسألني عن الناس ديل عملوا شنو، write the correct letter، his invention was the first to use منو. هنا دي الأسئلة، فأنا هعمل keywords، هعمل لهم circling، ده first to use moving parts هي keywords، allow steam power to convert into electric، دي هنا ال words بتاعتي، his invention was the single biggest. أنا أعمل keywords، أعمل keywords بعدين كده أشوف. أنا already في هنا حليتها قبل اللايف ده، لكن هنا جيت قمت طلعت الأسامي عشان أعرف كل واحد عمل شنو، بعد ذاك بس أجي أعمل matching أشوف his invention was the first to use moving parts. هنا لما جيت عملت واحد كان هنا قالك the no moving parts واللي هو توماس سيفري، قالك no moving parts. نجي نشوف، خلاص فوتوه يعني، ما في داعي زول يقعد يقرأ الكلام ده كله. نجي نشوف ده his invention was to move the lips كده كده، نشوف الجواب، نعرف إنه ده هو استعمل he increased efficiency by setting a moving piston، ده استعمل a moving piston، فمعناته توماس نيو كومن هيكون هو his invention was the first to use moving parts. نجي نشوف لما نعمل show answers his invention was شفتوا طلع توماس نيو كومن هو بي الإجابة صح، وكده
يعني وصلتكم الفكرة يا جماعة؟ عشان حيكون صعب انه نحل الأجوبة كلها. نجي نشوف واحد تاني for example. نشوف his invention allowed steam power to convert into electric power. نجي نشوف هنا بسرعة, نجي نرجع هنا نشوف يتواحد فيهم الحول steam to electric. احنا لو كنا قرينا الموضوع ده كله كان عرفنا, كان طلعنا الكيوردز كلها, لكن نعمل سكاننج سريع. يتواحد هو العمل to electric, نفتش كلمة electric power. هو طبعا ما حيكون لحد هنا لانه دل برضو عن ناس ثانيين, ف ده عن اخر واحدة دي fly wheels ما مكتوب عن منو, اظن وات ولا واحدة زي ده, فما حيكون ما بعنينا. هنا نجي نشوف electric power ما لقيها صراحة يا جماعة, لكن لو كان عملت الريدنج دي قبل اللايف وكان طلعت كل الكيوردز كان ممكن نحلهم بطريقة صحيحة. لكن المهم اتمنى تكون وصلت الفكرة. electric power, نجي نشوف هنا الجواب كان دي تشارلز بارسن, ده كمان كان اخر شيء. ما وصلنا, لكن وصلتكم الفكرة شنو؟ وصلت. طيب نجي نشوف الأسئلة اللي بعدها. دي كانت نوع من الأسئلة إنه you have to match الاسم مع ده, so this is matching. نجي نشوف نوع الأسئلة التانية. نوع الأسئلة التانية دي زي بتاعت ال listening في instructions, no more than three words. فممكن تكتب كلمة كلمتين ثلاثة, لكن ما ممكن تكتب أربع كلمات, ما ممكن تكتب رقم لأنه قال لك three words ما قال لك number, فلازم زول ينتبه للحالة دي إذا words أو number. ألبسها على true false not given, بشرحها تاني بعدين في النهاية عشان بس ما نشتت أفكار الناس. نجي نشوف هنا no more than three words. قال لي أنا أجي أمسك أشوف الكيوردز, أطلع الكيوردز. الجبال لما قلت أقول لكم يا جماعة زول طلع الكيوردز, ما تمسكوا الأربعين سؤال وطلعوا الكيوردز من الأربعين سؤال. نمسك section. هنا section ده قال لك question 1 to 7, نحل 1 to 7, نطلع الكيوردز تاعهم 1 to 7 ونمشي نحلهم يعني. لكن ما تقعدوا تمسكوا كل الأربعين سؤال وطلعوا الكيوردز في الأربعين سؤال, بيكون الوقت انتهى. نجي هنا نشوف no more than 3 words. الكلمات اللي في السؤال بتفرق معانا. هنا بسأل عن شو؟ the miner's friend used condensed steam to dash which sucked water from mines. نجي نشوف هنا في الباسج, نفتش في الأول لما إحنا طلعنا الكيوردز كان طلعنا واحدة منهم miner's friend, فشنو miner's friend معناته هو هنا, معناته ما حيكون هنا, ما حيكون في التحت, وما دام إنه طلعنا الكيورد هنا معناته الجواب هنا. السؤال كان شنو؟ إنه the miner's friend used condensed steam to dash which sucked water from mines. Condensed steam, هنا condensed the steam معناته شنو؟ الجواب هنا inside to form a vacuum, معناته الجواب is to form a vacuum. The miner's friend used condensed steam to form a vacuum. شفتوا الجواب؟ نجي نشوف دي. يلا هنا كمان حاجة الناس ممكن تستفيد منها يا جماعة, انه شنو هنا البداية اداك يعني زي ما نقول شنو hint, زي كلو يعني كلو شنو بالعربي, كلو يعني بيدلك على الحتة وين هي. فقام قال لك design improved, معناته انت تفتش في الباراجراف اللي فيها improvement of design. تذكروا قبل قلت لكم كل باراجراف اكتبوا لها عنوان بسيط هنا من كلمتين ثلاثة. لو كنا كتبنا عنوان هنا improve the steam pump معناته design improve, معناته هنا هو بتكلم عن design improve. ادانا دليل, هو قال لنا design improve وادانا new common, معناته هنا هنفتش في الباراجراف اللي فيها new common وفيها improving of design. سألنا, فهمتوا الفكرة؟ عرفنا الباراجراف وين, اهم شيء انت تلقط الباراجراف وين بعدين سهل تطلع الجواب منه. قال لك new common dash using a piston and cylinder inside instead of an open boiler. New common عمل شنو؟ by moving a piston inside by setting a moving piston inside the cylinder. عمل شنو؟ he increased efficiency. فاحنا لما نرجع هناك حنلاقي الجواب increased efficiency.
increase efficiency. You come and increase efficiency using كليك كليك. شايفين انه رص الكلام the word order is not the same as the passage. يعني شوفوا في الباسج قال لك Thomas Newcomen improved the steam pump. He increased efficiency by setting a moving piston inside a cylinder. A technique still in use today. يعني الرص بتاع الكلام the word order is not the same. It's not the same as here. Newcomen increased efficiency كده. يعني ممكن هنا for example دي برضو ما كانت نفس الترتيب بتاع الكلام. الناس ما تتوقع انه نفس الترتيب. لكن انت بس افهم الجملة بعد ذاك بيبقى لك سهل. ونفس الحاجة هنا شوفوا دي أهم شيء دليل بديك الدليل هو وين المكان 1769 ادانا معناته احنا نمشي نفتش في الارتيكل وين مديننا 1769 يعني هنا شوف فور اكزامبل هنا ادانا 1663 1729 معناته ما هنا الكلام نجي نشوف هنا 1736 to 1819 معناته الكلام اللي بيتكلم عنه في السؤال هو هنا في الفترة الزمنية دي وصلتكم الفكرة يا جماعة أهم شيء إنه تكون أنت زي ما بيقولوا a bit alert ولا تكون مصحصح لموضوع إنه الكلمات اللي بتدلك على الجواب وين تمام وصلت الفكرة في النقطة دي انا معلش يا جماعه بقرا في السؤال بس في الاسئله عشان اشوف اذا في دول ما فهم علي بسال في السؤال الاول بعمل ماتش بس عشان شايف بعد عمل ماتش كمل العباره لا يا علي شوف هو كان ما هنا قال لك very clear write the correct letter هم هنا في عشان دي ورقة بتاعت practice بس موريك الجملة كانت شنو اللي فيها الجواب يعني هو بس سحب كلمات من الparagraphs عشان يوريك كانت وين الكلام اللي بالرمادي الخفيف ده بس عشان يوريك انت كزول مدرب انت حسك قاعد تتدرب لكن في الامتحان you must read the instructions لو كان قال لك write the whole essay or write where you found the answer وطبعا ده ما نوع من الاسئلة فما حيجيك this type You have to only follow the instructions. قال لك write the correct letter. فأنت عليك تكتب بس A, B, C, D أو ولو قال لك write the correct number وكان تكتب 1, 2, 3, 4. تمام؟ قال لك very clearly write the correct letter A, B, C, D. طيب واضح وصلت وصلت وصلت. الحل معك سهل ولا reading سهل ما عارف. لكن الحمد لله. والله الحل سهل يا ضياء لما تكون انت قاعد تعمل مع زول يعني انا حسي لما اشرح لك بيبقى لك سهل لكن لما تقعد تقرا براك واذا زول اصلا الفوكابلري بتاعه ولا السكيلز بتاعته ضعيفه شويه بيبقى لك صعب لو قريت براك واهم شيء الناس تاخد في بالها يا جماعه انه ما في زول فيكم حيخلص اللايف ده وحيمشي الريدنج وتوقع نفسه حيجيب صح ممكن تمشي وتقعد تجيب خمسه لكن تعرف بعد ذاك انه الموضوع عليك بعد ده الموضوع يو هاف تو براكتس براكتس لحد ما تجيبها صح وانا يمكن بكره اخر لايف عشان حنعمل سبيكينج بكره لكن ممكن بعد ذاك نعمل لايفز بس الناس تتدرب انا ممكن اديكم معلومات وانتم تسالون اسئله ممكن يعني شنو زي ما بيقولوا practice together till you get it فهمتها وبرضه في موضوع ثاني حناقشكم فيه في نهايه اللايف في موضوع انه الناس كيف ممكن تحسن من طريقتها مع بعض نعملها في الجروب يعني في الانجليش فور سكولرشيبس عشان الناس كوزوي يساعد الثاني طيب اوكي نجي نشوف نوع اسئله ثانيه يا جماعه بس عشان افتح نيكست الموقع ده فيه براكتسز كثيره لكن ما هو الموقع الوحيد وبرضه زي ما قلت لكم انه ما لازم يا جماعه اي موقع انا بعمله معناته هو حاجه خطيره انا بس بفتح في جوجل بكتب reading practicing practice reading IELTS بيقوم طلع لي 100 موقع بختار واحد عشوائي يعني فما تفتكروا انه الحاجه اللي انا عندي دي حاجه خطيره يعني انا يزوي برسل لي بيقول لي يا اخي انت تدينا المواقع بتاعتك انا بتاعتي دي ما فيها شيء special يعني بس هي practicing يعني just for practice فاهمين يلا هنا دل الارتكل الثاني ده كله نفس الامتحان اول واحد ذاك اللي اتكلم عن الهيستوري اوف ستيم انجنز ولا بتاع دي كانت اول ارتكل دي ثاني ارتكل فتحتها انا قبل ونزلتها هنا في وورد عشان نقدر نحلها كان اسمها هاو بيبيز ليرن لانجويج
اول حاجه حنعملها شنو؟ نشوف نوع السؤال. نوع السؤال هو complete the summary. complete the summary اهم شيء الناس تاخذ في بالها. نوع الاسئله بتاع complete بتاع املا الفراغات، اول نقطه تحطها في بالك انه ما نفس الرصد بتاع الكلام حيكون في الباراجراف ولا في الارتكل. يعني ما حتمشي تلاقي في الارتكل مكتوب the study of dash is in very young children has changed considerably. no you won't find this way. ده summary معناته شنو؟ ده خلاصه للارتكل، هم خدتوها مع بعض، ده واحد مش لخص الارتكل عملها في 6 7 8 جمل وخدتها هنا، ما في اي علاقه بين الرص بين الكلام ده والرص هناك، ما تمشي تفتش في الارتكل كلام مرصوص بالشكل ده. تمام، دي اول حاجه. تاني حاجه املا الفراغات، الكلمات اللي انتم بتخطوها هنا ما لازم تكون بالترتيب. تذكروا احنا قبل قلنا في اغلب الاسئله لو لقيت الجواب هنا البعده معناته بعده، السؤال اللي بعده معناته جواب بعد الجواب الاول، قلنا كده. لكن ده ما لازم في complete the summary، ده ما لازم. اوكي، ممكن تلقوا الجواب الاول هنا والثاني هنا في الـ في الـ في الارتكل. يا جماعه انا ما عارفه اذا انتوا فاهميني ولا لا، بس وروني اذا في حاجه ما فاهمينها. خلاص عرفنا انه complete the summary. complete the summary معناتها ممكن انا اقرا، اذا انا زول السكيلز بتاعت القرايه كويسه وانا سريع في القرايه، ممكن امر سريع ما اقعد اقراها كامل، بس اعرف هو طالب مني شنو. طالب مني the study of كده in very young children، معناته اسم study، احنا لسه في السؤال ما خشينا في الجواب، معناته هو طالب مني اسم study change considerably كده كده كده. ما اقعد اقرا الكلام كله. it has been established that children can speak independently at age of كده، طالب مني عمر. تمام، دي كل حاجات خدتها في بالكم. and disability is innate. the child will in fact follow the speech patterns and linguistic behavior of the carers and parents who act as حاجة. خلاص عرفنا انه ثلاثة كلمات احنا نفتش عليهم، نمشي نفتش عليهم. ممكن ازول يكمل السامري كلها، يعتمد انت ويعني محترف لها تدرجة. في ناس ممكن يكملوا كله. babies actually benefit from baby talk in which adults dash both sounds and facial expressions. babies ability كده كده. خلاص عرفنا احنا الفكرة، احنا بنفتش على شنو. هنا نجي عارفين اذا انت لقيت نفسك انت ما محترف شديد، اعمل امسكها حبه حبه، اعمل اول ثلاثه وبعدين تعال ارجع ثاني اعمل اول الثلاثه اللي بعدها. لو قدرت انك تعمل براكتس كافي في البيت حتقدر تعملهم كلهم، عشان لما تمشي تفتش مره واحده بدل ما تمشي وترجع تخسر زمن. عرفنا انه السري اوف كده. نجي هنا نفتح، اول حاجه نعملها يا جماعه كل باراجراف نطلع منها التوبيك سنتنس زي ما اتفقنا، نطلع الجمله الاولى من كل باراجراف، نعرف انه كل باراجراف بيتكلم عن شنو. هنا الباراجراف الاول ده بيتكلم انه بيشرح عن الطفل والبارنت والكيرر وكيف ممكن يعمل فيزيكال ديفلوبمنت. هنا كده از انستينكت كده ممكن نعرف هي دي التوبيك سنتنس في الباراجراف ده، ومنها نعرف انه نعرف انه الباراجراف ده حيتكلم عن شنو، ومنها برضو نقدر نعرف اذا الجواب بتاع دي احنا، لانه هنا قلنا في الاول قلنا احنا نكتب هنا هيدنج بسيط، يعني بس نقول انه الموضوع شنو. هنقدر نعرف شنو اذا جواب بتاع السمري ده، وبرضو لما نصل الاجوبه اللي بعد الاسئله اللي بعدها هنقدر هنا لما نرجع خلاص ما احنا طلعنا الهيدنجز هنعرف السؤال مكانه وين. فهمت الفكره كيف؟ نجي نشوف هنا السؤال كان شنو هو the study of شنو. احنا بنتكلم عن شنو؟ during clinical care is concerned with physical during the second year in which baby language development very carefully. it's interesting how just giga 3-4 without any. اظن حيكون الجواب language development study of language development. ايوه شفتوا the study of language development كده كده كده. معناته هنا سالنا عن عمر، تذكروا قبل شويه انه independently at age شنو. فانا لما امشي افتش هنا هفتش بس على عمر، هنا طوال لقيت عمر طوال عملت تحت خط، ما في داعي اقعد اقرا الكلام كله. فهمتوا الفكره؟ and disabilities in need. the child will in fact follow the speech pattern كده 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 who act as models. هي الكلمه دي قبل شويه لاقتنا، لكن احنا بس عشان شنو اللايف ده ما عشان نقعد نقراه كامل، أظن لقيتنا ما بتذكر وين. المهم ان شاء الله وصلت الفكره. يعني
انا احيانا يعني بس عشان اللايف ده ما ياخذ وقت طويل، حسي ما اخذ ساعة وخمس دقائق، ما بقعد احلها واحدة واحدة، بس بكون داري اوصل لكم الفكرة، فهمتوا؟ نجي نشوف هنا خلاص، اذا وصلتكم الفكرة بتاعت how to complete the summary ممكن امشي انه على الاسئلة اللي بعده. اذا زول بس كتب لي انه واضح او لا عشان نمشي للاسئلة اللي بعده، ولا دارين اشرح دي زيادة؟ طيب شوفوا هنا، تأكدوا انه تكتبوا الكلمة زي ما لقيتوها هناك، ما تكتبوا اس زيادة recognizes، ما تكتبوا exaggerate، ما تكتبوا conversations، يعني ما الواحد يكتب بالضبط نفس الفيلينج، نفس التنس، نفس البلورال ولا سينجولر، تكتبوها نفس الكلمة اللي لقيتوها. طيب اوكي نجي نشوف الأسئلة اللي بعدها، واللي هي دي بتاعت yes no or not given. do the following statements كده كده، yes if it's true, no if it's not, not given إذا أصلا المعلومة موجودة. قال لك children can learn their first language without being taught. هنا صعب إنك تقرأ، إذا زول ممكن يعملها ممكن، يعني it's fine، يعني ما أنا ما بقول لا، لكن أنا بتكلم عن الناس اللي بيبقى لهم صعب، إذا ما قادر تقرأهم كلهم وتمشي تفتشهم أقرأهم واحدة واحدة. Children can learn their first language without being taught. أنا أجي هنا بسرعة أقول children كده 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 who cannot tie their shoelaces are able to speak in full without any specific training, language training. معناته صح true. هو قال لك أنا النقطة اللي داري أوضح لكم هنا إنه شوف السؤال ما له أي علاقة بالطريقة المكتوب بها في الجواب. Children can learn their first language without being taught. لكن هنا الكلام انه children، شوفوا هنا يعني الصياغة تماما مختلفة، who are just 3 or 4 years old who cannot yet tie their shoelaces are able to speak in full sentences without any specific language training. انت لازم تفهم الكلام without any specific language training معناته بدون اي تعليم او تدريب او دراسة. امشي هناك اعمل true طوال، اعمل true، لو جينا فتحنا الاجوبة هنلقاها it's true yes. طيب قال لك from the time of their birth humans seem to have an ability to learn language. أنا أمر سريع زي ما اتفقنا، طريقة القراية السريعة. have the ability to learn كده كده لا language development كده كده repetition. أقراها سريع يعني ما أمسكها كلمة كلمة وأحاول ألقى from the time of their birth إنه to learn language ولا لا. نجي نشوف دي according to the experts in the 1950s and 1960s، هو مديك الفترة الزمنية فأنا مش أفتش على نفس الفترة الزمنية دي أو حاجة قريبة منها. شوفوا دي repetition in language learning is important according to Dr. Elliot not given. أنا معناته لو مريت بسرعة والمعلومة دي ما قابلتني على طول not given، ما تخلي نفسك يعني تمسك زمن وتقعد تفتش إنه هل في يا جماعة أنا ما لقيتها، ما لقيتها خلاص not given، ما تقعد تحكها شديد عشان تجيبها true أو false، تمام؟ أو yes or no. ونفس الحالة للأجوبة دي، ما في داعي نمسكهم سؤال سؤال نجاوبهم عشان الناس بس ما تمل. إذا وصلتكم الفكرة أنا ممكن أمشي للباراجراف اللي بعده، أو ما أظن أصلا في حالة تانية. full summary أول جملة هي إشارة لعنوان في الباراجراف، ما دائما أقرأ أحسن أقرأ باراجراف كله. لا بالعكس تماما يا رباح، ما تقري الباراجراف كله. أنا في الأول قلت يا جماعة إذا زول مسك الارتكلز كلها وقاعد يقرأ، بعد ما تخلص تقريها في الورقة وأمشي بيتكم، لأنه ما حتكون ما حيكون في وقت، حتكون 60 دقيقة تمت، لأنه أنا بقول لك سيريسلي الكلام يعني المرصوص في الورقة بياخد أكتر من ساعة عشان تقريه، وإذا جيت تقريه كامل فلازم تلقطي بس أول سنتنس وتعمليها as a topic sentence وتكون عرفتي كل باسج عن شنو. خلاص ما في، لا يعني انت بعد ما تخلص الامتحان وتطلعي ممكن زول يسأل يقول لك انت الباسج كانت عن شنو، انت تكوني ما عارفه، تكوني عارفه الموضوع لكن ما عارفه الديتيلز جوا. ليه؟ لانه في ديتيلز ما مفيده، انت السؤال بس عليك بالسؤال، يعني مش ما مفيده ليكي انت لكن ما مفيده للاجوبه، انت ما هتجاوبي بيها. فهمتوا الفكره؟ وصلت يا جماعه ولا لسه يا رباح؟ ده برضو نوع من الباراجراف، ده نوع من ال ده للسكشن الثالث. السكشن نفس الحاجة نفس طريقة الأسئلة، شوف زي اللي حليناها في الأول،
according to the writer، وبعدين تعملوا matching A B C D وهكذا. بعدين في أظن yes no or not given، دورة دي حليناها هنا دي، بس أظن choose each sentence with the correct ending. دي هنا ممكن نفس الحاجة requires A to E thinking like a successful. هنا احنا لسه ما قرينا الباسج ورا، وانا ذاتي ما قريتها يعني قبل اللايف ما كذب عليكم. اذا نزلنا الباسج من هنا reading paper for this section وفتحناه وقرينا وطلعنا ال topic sentence وطلعنا ال keywords وما ادراك، بعد ذاك نكون احنا عندنا بشكل عام عملنا headings لكل paragraph. يا جماعة عرفنا الباراجراف ده اسمه شنو، هنا نسميه احنا اسم برانة ما حاجة خطيرة، بس نكتب كلمة كلمتين تدلنا ان الباراجراف ده عن شنو. الباراجراف ده بيتكلم عن فلان الفلاني وسكنه وتاريخ ميلاده، نكتب هنا name date name birth date و address. هنا بيتكلم عن دراسته نكتب education، هنا بيتكلم عن experience نكتب experience، بس كلمة واحدة تدلنا الباراجراف فيه شنو. لو كنت حليت الموضوع ده كويس ممكن نقدر نحل احنا ده، لكن ما يعني بس دوريكم طريقة السؤال. قال لك وين هو بتاع قبل شوية دي حليناه already، ده yes or not given حليناه، لكن زي دي thinking like successful iconoclast is demanding because it، وانت تتم الجملة بقراءتك اللي قريتها هنا بعد ما عملنا السكانينج وطلعنا الكلمات وما ادراك، حتقدر تحل باقي الكلام كأنه أملأ الفراغات يعني، وتختاري واحد من ذلك بناسب الجملة. فهمتوها يا جماعة؟ شوفوا ده بتاع الهيدنجز، بتاع الهيدنجز ده أنا بشوفه أظرف حاجة يعني، لأنه شنو ممتع شوية وممكن الزول بسهولة يحله يعني. نجي نشوف كيف السؤال بيجي. Choose the correct heading for each paragraph from the list of headings below. يلا احنا academic ده ايوه هو ده الموضوع. قال لك دي النقطة مهمة، مع ان انا شايفة ناس طلعوا من اللايف لكن يا ريت لو كانوا قاعدين عشان يشوفوا النقطة دي. النقطة دي مهمة ليه؟ لانه تذكروا في الاول لما قلنا اكتب انت براك بينك وبين في ورقة الاسئله، يعني اكتب هنا بسرعه هيدنج صغيره حاجه بسيطه جدا كلمتين ثلاثه، لانه بيجيك نوع من الاسئله زي ده وبديك كم هيدنج وبيقول لك انت عامل ماتشنج هيدنج لكل باراجراف. باراجراف A طالب منك هيدنج له ده، هو ما اظنه ثانيه ده هو دي الورقة دي الريدنج بتاعه. باراجراف A طالب منك هيدنج، باراجراف B طالب منك هيدنج. فإذا احنا عملنا زي ما احنا اتفقنا في الأول واحنا بنقرأ بسرعة طلعنا هيدنج صغيرة بسرعة، حنقدر بعد ذاك نربط يا واحد لشنو. نجي نشوف أول واحدة فور إكزامبل نحلها. قال لك باراجراف 1 أديها واحد من الهيدنجز دي. احنا أول شيء بنعرف نعمله نطلع التوبيك سنتنس. التوبيك سنتنس هو فيه هو الخلاصة بتاعت الباراجراف. هنا topic sentence هي أول جملة cinema is full of contradictions، معناته كده بين إحنا لو كنا عملنا heading برانة هنا هنكتب شنو، هنكتب features of a cinema ولا what is a cinema، ولا هنكتب heading شوية بيشرح لنا إنه الباراجراف ده هيتكلم عن السينما. it is high tech كده بتكلم بيشرح عن السينما هي شنو. تمام، لما أجي أشوف هنا trying to find a paragraph a heading هشوف indecision about a name current problems with distribution. لا اول ما القى واحد لا اعمل لا عشان شنو، لما في النهايه يبقى لي واحد اثنين ابقى اكون عارف انه ديل هم ممكن يكون خيار واحد من اثنين ديل. uncertainty about financial advantage لا ما اتكلم عن حاجه زي دي في الجمله الاولى. the contrasts of cinema today يعني في احتمال انه يكون ده، انا لانه ما قريت باقي الجمله. it is high tech and old fashioned at the same time. Contrasts of cinema today. Okay, في احتمال إنه يكون ده، وفي احتمال إنه يكون history of cinema. Integrating other events into cinema. لا. The plans for the future of the films. No. An unexpected advantage. No. Too true to life. ديل لا. فاحنا بقينا على خيار واحد من ديل. فشوفوا الباراجراف أصلاً ما بيكون حاجة كبيرة في النوع الأسئلة ده. شوفوا الباراجراف عبارة عن 3-4 سطور. تمام؟ فالواحد يقوم يعمل شنو؟ دام أنت عرفت واحد من ديك مرور سريع كده أعرف إنه يات واحد أنسب. يات إجابة من ديل أنسب. أنا أظن حيكون history of cinema. I'm not sure. The old fashioned today films are full of kid generated and basics of more than there's also the playing projectors.
أظن حيكون History of Cinema. يا الله ما عارفة. Number four. لا الجواب ما History of Cinema. الجواب Contrasts of Cinema Today. فهمتوا؟ ما أتكلم عن الهستوري. ممكن نشوف كان ممكن يكون History of Cinema اللي وقت واحد فيهم ده. يمكن ده أكثر واحد. يمكن 20s 30s بتكلم عن الهستوري. المهم فهمتوا الفكرة. يعني أنا لو كنت عملت هادينجز لكل واحد كان ممكن حسي نعملها كان ممكن بالسهولة نختار هادينجز من ديل لكل باراجراف. كل باراجراف تكتب له هادينج. نفس الحاجة ديل no more than 3 words نملأ الفراغات وكده نكون خلصنا الامتحان. كده نكون خلصنا امتحان الريدينج. امتحان الريدينج فيه أنواع كثيرة من الأسئلة والزول لازم يتدرب على كل نوع. النوع بتاع الهيدينجز ده نحله كيف، نوع عمل الفراغات نحله كيف، وهكذا. طيب وصلت. أوكي تمام. سؤالي فوق عن إجابة السمري بالموقع. كيف يعني إجابة السمري بالموقع؟ سؤالك فوق هو شنو؟ في السؤال كان مكتوبة 3 to 4 بالإجابة كتبها 3 to 4. قصدك أرقام ولا كلام؟ يعتمد هو معناتها. أنا ما متأكدة كان يعني باراجراف ده يا إبراهيم. بس أرجع أكتب لي الكلام كله مع بعض قولي يعني باراجراف عشان إذا داير ممكن نرجع له. معليش بس يا نوع من الأسئلة اللي بتلقي الأجوبة بالترتيب حسب الباراجرافز. في أغلب الأنواع غير النوت. شفتي بتاع قبل شوية بتاع عمل الفراغات يا هند، بتاع عمل الفراغات ده ما كان ما بيجي نفس الترتيب. لكن في بتاع list of أول واحد شفناه كان شنو، يا الله كان أصبر خليني أفتح لك نوع أنواع الأسئلة وأشرح لك منها. المالتيبل تشويس يا هند بيجيكي بالترتيب. True false or not given ما دائما. ماتش هيدنجز يعني اغلب هو اصلا بالترتيب، اصلا السؤال هو بالترتيب. Summary completion no. Sentence completion احيانا، لكن summary completion no. Short answers احيانا برضو. Table diagram دي completion ايوه. لكن يلا انت بس الفكره من الترتيب انه انت بغض النظر انه ما عليك من انواع الاسئله انت دائما علمي. معلش يا جماعة وقف اللايف جاني تليفون. فهمتي يا هند؟ انت بغض النظر عن نوع السؤال علمي وشوفي انت وقفتي وين عشان بعد ذاك يبقى لك سهل تشوفي نفسك انت وين، وعشان بعد ذاك منها تشوف الجواب اللي بعده. فهمتيني؟ اوكي. حق الاطفال شنو حق الاطفال؟ شنو حق الأطفال يا هند برضو؟ أوكي. طيب نجي نشوف هنا آخر حاجة. كان في زور السلي قال لي أنا كيف أعد الكلمات في الـ counting of words في الـ writing للناس اللي قاعدة لسه في اللايف. دي كانت أسهل طريقة. أنا متأكدة هو زول منه لكن أتمنى يكون هو لسه بيحضر. الـ counting of words في الـ writing يا جماعة ما تقعد تعد الكلمات كلهم. ما تقعد تعد كم كلمة. أنا ما تقعد تعد 250 كلمة أو 150 كلمة. وعندك أنت طريقة واحدة. أنا بشوف تعد العدد الكلمات في السطر الواحد وتضربها في عدد السطور. ودائما خليك التارجت بتاعك إنك تكتب حوالي 10 إلى 12 كلمة في السطر الواحد. فإذا أنت كتبت 12 كلمة في السطر الواحد بعد ذاك بيبقى لك سهل إنه تتضرب. لأنه لو كتبت you have to target 15 سطر أو 25 سطور. 15 سطر لتاسك 1 بديك 180 كلمة وانت اصلا مطلوب منك 150، و 25 سطر لتاسك 2 بديك 300 كلمة وانت مطلوب منك 250. فهمتوا الفكرة؟ للناس السائلة عن counting the words انت خلي التارجت بتاعك انك تكتب حوالي 12 كلمة في السطر. دي حاجة ما دائما زول بيقدر يتحكم بها، لانه في ناس خطهم صغير في ناس خطهم كبير. فانتوا بس just try your best انه تكون حاجة في الرينج ده عشان تضمن تعد سريع يعني انه كم كلمة في السطور. طيب ابراهيم بيقول في السؤال بتاع السمري على children كان مكتوب في القطعة العمر بالكلمات، في الاجابة النموذجية بالموقع كان مكتوب بالارقام.
هل ممكن اكتبه بارقام ولا اصح اكتبه زيها في الحروف؟ اي ممكن انت يا ابراهيم always stay on the safe side. اذا لقيت انه السبيس اللي هم مدينه لك ممكن انت يعني هم ما محددين لك word ولا number, انت احسن لك اكتب زي ما مكتوب في الباراجراف, احسن لك يعني انت always stay on the safe side. لكن اذا كاتب لك write numbers only انت اكتب ارقام بس, اذا كاتب لك write words only اكتب كلمات بس. اذا خلى لك مفتوحة او اذا محدد واحدة فيه يعني اذا خلى لك مفتوحة احسن انت stick to the safe side, اكتب زي ما مكتوب في الباراجراف. فهمت كيف يا ابراهيم؟ هتنزل لنا سلايد بتاني يا هن. موضوع السلايد ده احنا شرحناه اوريدي انه سلايد دي عبارة عن شغل منقول, فهمتي؟ شغل منقول بالمواقع. فانا ما كنت قادر انزل سلايدز بطريقه انه السلايدز باسمي انا, لكن ممكن احط لكم روابط, فهمتي؟ احط لك لينك للموقع وانت تمشي تفتح الموقع, لكن اخاف انه اخذ كده وبعد شويه الموضوع يبقى ما فيه شويه فيرنس للناس اللي اوريدي هم اشتغلوا الشغل ده. لكن اذا انت دايره يعني اذا انت عندك حاجه ان بارتيكولر دار حاجة إن سبيسيفيك اسأليني, أنا ممكن أنزلها لك يعني حتى لو خدتها في PDF ممكن أرسلها لك, أو ممكن أخدتها في الصفحة ذا دائرة. الليلة الريدينج أخذ اللايف بتاعه وقت أكتر بس عشان كنت دار أخلصه كله مع بعض عشان كان ممكن ياخد زمن أكتر من كده. فأتمنى أنكم تكونوا استفدتوا, أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا, وإن شاء الله اللايف الجاي بيكون حاجة سبيكين, بيكون آخر لايف. الحاجة كنت دار أسألكم ليها إنه إذا الناس دارة نشتغل مع بعض writing, يعني ممكن أديكم topic والناس تكتب فيها 150 كلمة, 150 كلمة يا جماعة نص صفحة. فممكن إذا دارين نكتب أديكم موضوع وانتوا تكتبوا writing وبعدين تخلوه في الكومنتس, يعني ما ترسلوا لي في إيميل وقضية, يعني كل واحد يكتب في الكومنت 150 كلمة الكتبة وبنفس الترتيب, نعرف إنه نكتب أول شيء topic sentence وبعدين paragraph one البادي introduction بعدين body بعدين conclusion وبعد ذاك احنا نصحح لبعض, فهمتوا؟ يعني انا ممكن امر على الكومنتس اسهل لي انه صحح في الكومنتس ولا اقعد افتح ايميل وحاجة طويلة. يعني هند في الرايتنج, شنو في الرايتنج؟ كلامك مرتب جدا في الرايتنج قصدي؟ انا ممكن اساعدك يا هند انه نعملها مع بعض, يعني ممكن اساليني انت حتى اللي دايراها ممكن اختصرها لك وارسلها لك, لكن ارسل سلايدز كده كأنها شغلي صعب شوية, بس ما مشكلة يعني ممكن نلقى لنا حل للموضوع ده. وزي ما زي ما انتوا عارفين الفيديوهات دي كلها بقينا ننزلها في اليوتيوب بتصوير احسن من كده, بدل ما يكون بالعرض مصورينها يعني عاملين الزاوية بالطول وكل حاجة, ففي اليوتيوب برضو بتلقوا الروابط. شرحي كافي, شكرا لك يا ابراهيم. ايمي شكرا. هند thank you guys, بس خلنا متأخرين ممكن زي الرابط. مشكورة. أيوة يا أمي, ال 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 بعد ما نقفل بتلاقوا الفيديو ده في الصفحة ما بتمسح, وبرضو حاخد لكم رابط اليوتيوب, تفتح في اليوتيوب أو هنا في اليوتيوب بس هلاقيكم إذا أنت دارين تعمل داونلود للفيديو, إذا زول دار يعمل داونلود وخليه في تليفون عشان ما كل مرة يسحبوا منكم الميجابايتات وما أدراك, عملوا داونلود مرة واحدة وبعد ذاك وبعد ذاك ممكن تحضروه براكم او حاجه زي دي. احنا ما حنوقف اللايفز حتى بعد ما سبيكينج يخلص, حنعمل تاني فيديوهات هنا وهناك عشان شنو الناس تكون دائما في الجو بتاع التجهيز لحد ما تمتحنوا. قولوا لي جايكم شنو يا جماعه قبل ما تطلعوا عن فكره انه نعمل رايتنج في نديكم موضوع والناس تكتب وتخطوا في الكومنتس وبعدين نصحح لبعض عشان كل واحد يستفيد من اغلاط التاني. You're welcome يا رباح. ما يعني ما عملت حاجة بجد. it's الموضوع صح بمسك زمن وشوية دلو تجهيز, لكن بعد ما الناس تعدي المرحلة دي بعد ذاك بيبقى سهل. تمام اوكي الناس قدر الحضور حسي هم موافقين على موضوع الرايتنج ده, فخلاص ناخد الرأي الحضور وبعدين كل الباقيين ان شاء الله يكونوا معنا. اوكي حلو خلاص good idea. تمام انا الرايت بوست بعد شوية هنزله وحقترح على البقية, واللي حاب يشارك يشارك واللي ما حاب يشارك it's fine it's completely fine ما حاجة لازم يعني. تمام يلا يا جماعة
أخليكم أنا وبيننا تاني لايف بكرة إن شاء الله الساعة 11 بتوقيت السودان، حيكون عن speaking وكيف الناس تصلح pronunciation، كيف الناس ممكن شوية تاخد وتدي مع الإكزامينر عشان تاخد تدي مع الإكزامينر عشان شنو الدرجات ما تنقص في speaking، لأن الموضوع كله مسجل وممكن شوية زول يتوتر عشان بيكون في recording قدامك وكده، والموضوع ده كله نناقشه بكرة بإذن الله. خلاص في أمان الله ولقانا بكرة. مع السلامة.